طيب مره تانية اهلا بيكم. الكابتن حسام عاشور مش احنا بس اللي بنقول له كل سنه وهو طيب، ده بقى ترند على تويتر. لاعبي النادي الاهلي والاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي والفيفا، كل الناس بتقول له كل سنه وانت طيب، ورمضان صبحي اهو من بره، وكل لعيبته، كابتن شوبير الحقيقه عامل حاله على تويتر، والناس كلها بتقول له كل سنه وانت طيب. يا في حاجات ما بتخلوش من مداعبات. بركات بيقول له يا خورشيد، بركات بيقول له كل سنه وانت طيب يا خورشيد. ايه خورشيد دي؟ واحمد فتحي بيقول له كل سنه وانت طيب يا عاشور، وعقبال مليون سنه يا حبيبي، وانت في صحه وساتر وسعاده عليك وعلى اسرتك. رمضان صبحي من بره قال له كل سنه وانت طيب يا مسمار. واحمد عادل قال له كل سنه وانت طيب يا عاشور، انت من اكثر اللعيبه المحترمه والمجتهده. وكابتن شوبير قال له كل سنه وانت طيب يا عاشور، انت لاعب يستحق الاحترام على مسيرته الكبيره مع النادي الاهلي. مؤمن زكريا على انستجرام قال له كل سنه وانت طيب يا حبيبي عاشور عاشور عاشور. هتلاقوا بقى يعني ممدوح صديق قال له عارف يعني ايه عاشور؟ يعني الانتماء، يعني الروح، يعني من افضل من قدم لنا الاهلي، يعني 30 بطوله، يعني بطولاته اكتر من فرق باكملها. وكلمه الاسطوره ليست كثيره على لاعب مخلص مثل الكابتن حسام عاشور، كل سنه وانت طيب، دول اولاد صالح سليم. كمان يحيى بيقول له حسام عاشور كل سنه وانت مسمار. واسلام ابو العينين بيقول حسام عاشور 31 سنه تساوي 30 بطوله. طب ده الواحد يقول له كل سنه وانت طيب ولا كل بطوله وانت طيب؟ اعتقد بطوله كل سنه دي جميله قوي. مروه رمضان بتقول له عيد ميلاد سعيد كل سنه وانت طيب يا عاشور، وابن الاهلي بيقول عاشور عاشور عيد ميلاد سعيد. اعتقد حسام عاشور يستحق يا باشمهندس. شوف الانسان لما يبقى على خلق كله يقدره، التزام ومنضبط، والراجل بيلعب في صمته بيدي لك اللي انت عايزه، يستحق هذا واكثر. نرجع بقى للماتش نفسه. طبعا هم جايين بكره وهيتمرنوا على ملعب السلام، من حقهم يعملوا تدريب على ملعب السلام. والاستاذ سمير عدلي والمهندس سمير عدلي هيكون في استقبالهم بخبراته الكبيره. ولكن تعالى بقى شوف وجهه نظرهم هم في المباراه ايه. هم جايين بثقه عاليه جدا. يعني عندهم تشولا مالامبو لاعب خط الوسط بتاع نادي بيتيفس، يقول لك عندنا ثلاث لعيبه سبقوا لهم ان لعبوا ضد النادي الاهلي. ما اعرفش احنا هل كانوا في انديه بقى سان داونز وكازر تشيفز واورلاندو ولا ايه، وراحوا لهم بعد كده. لان هو بيقول جو سيفس وايضا مايني وكالاتي، ودول لعبوا قبل كده قدام النادي الاهلي. وهو بيعول على ان الثلاثي ده ينقل لهم خبرات وذكريات لقائهم مما يسهل مع النادي الاهلي، مما يسهل عليهم اداء هذه المباراه. لكن مدربهم استاذ ابراهيم بيعول على جماعيه الفريق. قول لنا الراجل ده بيقول ايه. لا شك ان تلك المواجهه ستكون اختبارا صعبا وقويا للغايه لنا، هكذا تحدث جافين هانت مدرب بيتيفس تيفيتس عن مواجهة الأهلي يوم السبت إن شاء الله. وقال عن رأيه في مهاجمته أو مهاجمه سيفيسو ميني حول مواجهة الأهلي وثقته في هز شباكه مرة أخرى. قال لدينا الطموح لكي نصل لأبعد حد في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الجاري، لكن لنكن واقعيين، فريق متواضع مثل بيتيفس من الصعب للغاية أن يفوز بها، يعني بالبطولة، لأننا لا نمتلك الخبرة وسنواجه أندية كبرى، علينا أن نلعب كل مباراة على حدة. وأضاف أعلم جيدا ما قال سيفيو ميني عن مواجهة الأهلي وتسجيله ضده وتحديه للخصم. في الحقيقة بعض لاعبينا لعبوا في هذا المستوى ضد الأهلي من قبل، وهو أمر مهم للغاية، لكن فريق مثل الأهلي أعتقد أن قوتنا ستكمن في جماعية فريقنا ضده ولن نعتمد على لاعب بعينه. وأضاف المدرب لا شك أن تلك المواجهة ستكون اختبارا صعبا للغاية، لأن الأهلي هو عملاق الكرة الأفريقية وأكبر نادي في القارة، لكن إن لعبنا لو لعبنا بقوتنا لا يوجد شك أن بإمكاننا المنافسة في لقاء الذهاب والإياب. فريق محترم وكلام محترم الحقيقة.
المباراة هيحكمها طاقم حكام مغربي. هيصل القاهرة إن شاء الله تعالى في أو وصل فعلا للقاهرة وهيقود هذه المباراة هذا الطاقم المغربي اللي بيتكون من رضوان الجيد ويعاونه رضوان عشيق والحسن العجوز وتياجري هشام ده حكم رابع. رضوان عتيق كما وصل مراقب المباراة الرواندي تياجو وينيرا إلى القاهرة لمراقبة هذه المباراة وصلوا فجر النهاردة. بيتفست الجنوب أفريقي يعني فريق باشمهندس أول مرة يخوض هذه المنافسة في هذا الدور بهذا الشكل قدام الأهلي، لكن الفرق الجديدة دي دايما وأبدا مصدر قلق. ما هو أنت ما أنتش عارف عنه حاجة. هو الأهلي لعب 17 مباراة ضد فرق جنوب أفريقيا. كسب 17 مباراة. كسب سبعة. وخسر خمسة وتعادل في خمسة. من الخمسة اللي خسرهم اتنين من فريق واحد على ملعبنا هنا. 3-0 في السويس 2013. أيوه. وأربعة 3 في مصر. في القاهرة في 2015. في الجونة مش في السويس، الماتش اللي كان في رمضان. كان في الجونة. في نهار رمضان. اللي اتطرد فيه وليد سليمان في الجونة. بالظبط. في الجونة. أورلاندو بيارتس هو اللي كسب الأهلي مرتين. وفي مصر. لكن السبع لقاءات من التسعة الأهلي كسبهم ضد كل الفرق التانية اللي هم كايزر تشيفز 4-1. بس في النهاية أنت بتاخدوا البطولة. لا. خرجت من أورلاندو بيارتس. خدتها من أورلاندو. لا اللي خسرنا فيه 4-3. أنت أقصيته في دور المجموعات، ما هو رجع جالك في دور المجموعات. أستاذ إبراهيم. لا. كسبني رايح جاي. لا شوفها تاني دي تأكد لي منها، كسبنا 4-3، 2015 احنا خرجنا. طيب أنا خليني أقول لحضرتك كل الحصاد اللي أنت أشرت له، 17 مباراة للأهلي مع أندية جنوب أفريقيا. الأهلي فاز 7 مرات، اتعادل 5 مرات، خسر الأهلي 5 مباريات. الأهلي سجل في أندية جنوب أفريقيا 25 هدف، واهتزت شباكه ب 16 هدف من أندية جنوب أفريقيا. الأهلي وصن داونز، باعتبار أن صن داونز يعني بطل هذه البطولة أو حامل لقب. خلي بالك خلي بالك، ودي كانت المفارقة اللي هحكي لك عليها بعدين لما نتكلم على نادي القرن. طيب أول لقاء لفرق جنوب أفريقيا بالنادي الأهلي في 2001 بعد ما كسبنا اللقب. صحيح، ده كان في نهائي البطولة في 2001. تعادل الأهلي مع صن داونز 1-1 بالجون اللي جابه سيد عبد الحفيظ لو تفتكروا هناك. وفاز الأهلي في لقاء العودة 3-0، خالد بيبو كان هاتريك في هذه المباراة. يعني خالد بيبو اللاعب الأشهر في هذا النهائي مع صن داونز. الأهلي وكايزر تشيفز في كأس السوبر الأفريقي بالقاهرة، الأهلي فاز 4-1، سجل له خالد بيبو وحسام غالي وعصام الحضري حارس المرمى الفاول اللي لعبه من بره ال 18 الهدف الشهير لو تفتكروه حضراتكم، وسيد عبد الحفيظ بهذا الهدف. يعني خالد بيبو وحسام غالي وعصام الحضري وسيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ رجله واخده شويه على انديه جنوب افريقيا. هذه المواجهه الاهلي وصن داونز ثم الاهلي وكايزر تشيفز شهدت الحقيقه علاقه عاليه جدا ودافئه جدا للاهلي مع الدبلوماسيه المصريه. الفتره دي بالذات مش بس صن داونز ولا كايزر تشيفز 2001، كمان انه الاهلي يتوج بلقب نادي القرن في افريقيا قبلها على طول، قبلها مباشره ايضا في جنوب افريقيا. وقتها كان سفير مصر في جوهانسبرغ السفير لا 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 استنى السفير نائلة جبر، وهو كان زي مساعد السفيره نائلة جبر. اتعرفنا على انت تقصد السفير ياسر مراد اللي هو دلوقتي مساعد وزير الخارجيه. طيب عموما ذكريات مهمه جدا مع الاهلي وتتويجه في جنوب افريقيا. معنا على الهاتف سعاده السفير ياسر مراد مساعد وزير الخارجيه. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير يا ابراهيم بيه. ازاي معاليك واهلا بسعادتك. مساء الخير يا عادل بيه، وحشنا جدا يا ريس. يلي وشك حلو علينا على طول والله. الله يخليك يا عادل بيه، الله يخليك. معالي السفير، سعادتك كنت في جنوب افريقيا في افضل مراحل الاهلي وفي علاقته مع جنوب افريقيا. صن داونز بالظبط
بالظبط سان داونز والتتويج كايزر تشيفز والسوبر ثم اللقب التاريخي قبليها. للاهلي او قبليها بالتسلسل كده يعني النادي القرن ايوه ثم بطوله الابطال من سان داونز ثم أيوة. بطوله السوبر من كايزر تشيفز لكن لازم بعدها سعادتك ترجع بقى على طول يعني عملت الانجاز الثلاثي كان لازم ترجع على طول بالظبط الحمد لله يعني وفقنا وكان ده بدايه موفقه للالفيه الجديده تمام خلي بالك سعاده السفير ما سبناش ده راح اسبانيا عمل لنا ماتش برشلونه وهو في اسبانيا كنا بنلعب كاس العالم جالنا اليابان جالنا اليابان يتفرج جالنا اليابان معلش اتفضل يا فندم هو اللي كان متابع مشهد برشلونه ده اتفقنا عليه من يعني من قبل ما اروح اسبانيا يعني. طب خلينا الاول نتذكر مع معاليك قصه حصول الاهلي على نادي القرن واستقبالك للكابتن صالح عليه رحمه الله والمهندس عادلي في هذه الاحتفاليه الكبيره ايه اللي في ذاكره حضرتك عنها؟ والله دي كانت من اجمل الرحلات اللي الواحد عاصرها ان هو يعني يحظى بانه ثلاث نجوم افاضل نماذج كل واحد نموذج بشكل طبعا بقياده كابتن صالح وكابتن محمود الخطيب طبعا وعدلي بيه كان الثلاثي هو اللي حضر علشان يعني نحتفل بقى بحصول الاهلي نادي الاهلي على نادي القرن طبعا كابتن صالح مش عارف بس يعني هنقول ايه على كابتن صالح؟ كابتن صالح يعني النموذج اللي جامع ما بين ايثار الذات الى ابعد الحدود فيما هو خاص بشخص في ذات الوقت يعني عنده اعتداد شديد بالذات فيما هو خاص بالنادي وكونه راس النادي او رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. فهذا الجمع ما بين الايثار والاعتداد ما شفتوش متجسد في شخص قد ما هو متجسد في شخص الله يرحمه كابتن صالح سليم. طبعا لحظه تتويج الاهلي بلقب نادي القرن كانت لحظه فريده، طبعا كانت السيده السفيره نايله جبر هي سفيرتنا في جنوب افريقيا وقتها. وكنت انا نائب رئيس البعثه وكان معانا المستشار الاعلامي عطيه شقران وكنا جميعا كده يعني في مائده النادي الاهلي في معيه كابتن صالح كده. ولو يتذكر عدلي بيه يوميها في لفته انسانيه رياضيه يعني انا بعتبرها درس للمشهد الرياضي الان. لو تتذكر يا عدلي بيه كابتن حسام ايوه انا هترك لحضرتك تحكي الحكايه لا احكيها انت بقى دي جمالها انها هتيجي منك يعني تخيل لما يبقى قبل هذه الرحله ينتقل حسام حسن من النادي الاهلي لنادي الزمالك ويكون المحتفى به الاول في هذه الاحتفاليه هو النادي الاهلي ايوه ويدعى كابتن حسام حسن لانه كان اكثر اللعيبه الافريقيه او الدوليه عميد العالم اعتقد عميد العالم ف يعني في 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 وضع كان يبدو ان هو وضع ملتبس يعني بعد بقى ما ايه ما النادي الاهلي يعني او كابتن حسام حسن يختار ان هو يروح لنادي الزمالك فيعني بدا للجميع وكان الموضوع في قدر من الحساسيه ولكن بسؤال بسيط لكابتن صالح عما اذا كان من الممكن ان تستضيف مائده النادي الاهلي كابتن حسام حسن فكان الرد بمنتهى البساطه والتلقائيه يتفضل ده برضه ابننا الله دي يعني الثلاث اربع كلمات دول درس للمشهد الكروي في مصر الكروي في مصر الآن يعني هذا الارتباك اللي بنشهده على الصعيد الكروي في مصر لخصه كابتن صالح ان الرياضة في الاخر قيمة ومبدأ التنافس في الملعب ولكن خارج الملعب الكل يعني أسرة واحدة
التناحر والشد والجذب دون داعي اللي بنشهده على الصعيد الرياضي والكروي في مصر الآن شيء يعني لا يليق بمصر. صحيح. أشوف بقى كابتن النادي الأهلي ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وهو يتوج من قبل الاتحاد الأفريقي بهذا ويكون رده للاعب من اللاعبين اللي النادي الأهلي تقريبا هو له الفضل الأول في صحيح. فيكون رده ده برضو ابننا ويتفضل ويشاركنا مائدة النادي الأهلي. مش 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 يعني دي نبذة كده. أنا يعني ما توقعتش أنك تكون فاكر الأمر ده بتفاصيله، إنما حقيقة ده اللي حصل. يعني هو وكان الكابتن حسام واقف كده، أول مرة أشوفه الأستاذ محمد الليسي واقفين بعيد كده، فأنا بصيت لقيت محمد الليسي، رحت رايح له قال لي ممكن كابتن حسام بس مستغرب ما يعرفش حد هنا، فرحت استأذنت الكابتن صالح قال لي طبعا يجي يتفضل. قلت له اتفضل يا كابتن حسام، تشرفنا على المائدة واستلمنا الجائزة في وجود الكابتن حسام على المائدة بتاعتنا زي ما سعادة السفير بيقول يعني. جه بعد اتفضل يا فندم. ده درس يا عدلي بيه، ده درس للجميع، ده درس القيادة بالنموذج، ده درس السفيرة نايلة الروح الرياضية، ده درس يعني درس في قيم إنسانية ورياضية الكل لازم يسترجعها في الأيام اللي احنا بنعيشها دلوقتي. كابتن صالح وقتها في كلمته القصيرة دعا بالحضور وقال لهم إن شاء الله في القرن الجديد نكون هنا ونحتفل بالنادي الأهلي. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يدينا ويديكم العمر أولادنا بقى، ولكن إحنا للآن لو قلنا نادي القرن الألفية الجديدة يظل النادي الأهلي هو نادي القرن. صحيح. القرن الواحد حتى الآن طبعا. صحيح. هو بالذات يعني بفارق مريح يعني. معالي السفير بعد كده الأهلي لعب صن داونز، يعني انطباعات حضرتك على طبيعة الكرة الجنوب أفريقية لأنها كرة مختلفة عن بقية القارة الحقيقة. لا طبعا الكره الجنوب افريقيه وقتها يعني هي طول عمرها الكره في جنوب افريقيا في منحنى متصاعد من وقتها، لكن يعني كان الثلاثي الشهير في جنوب افريقيا هو اورلاندو بايرتس وكايزر تشيفز وسان داون. يمكن الجديد على الساحه دلوقتي هو بيت بيست. احنا بنقابله دلوقتي. الكرة الجنوب أفريقية يمكن وقتها كانت بداية الصحوة، يمكن بعدها كان بعدها ثلاث سنين كانوا فازوا بكأس أفريقيا وكده، فبدأت المنحنى المتصاعد للكرة الجنوب أفريقيا. ولو نتذكر النادي الأهلي ما كانش بكامل نجومه، يعني فوزنا 2001 ده يعني كان فوز بي 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 يعني كان لسه الاهلي بيكون فرقه جديده، اول بطوله المانويل جوزيه، اول بطوله ويعني لسه ما كانش استقر مانويل جوزيه على التشكيل الامثل بعد كده اللي يعني اللي فاز بكل البطولات في السنين اللي بعدها. ولكن اتذكر ان يعني الامانه تستوجب مني ان انا اتذكر ان اداره النادي الاهلي وقتها والجهاز الفني والاداري وقتها اتاح الفرصه للسفاره ان تقوم بما يمكن ان تقوم به. فيعني التعاون والتنسيق اللي كان قائم ما بين يعني رئيس البعثه وقتها ابراهيم بيه المعلم والمدير الاداري كان كابتن علاء عبد الصادق ومانويل جوزيه وكده اتاح لي الفرصه، لان هم اتصلوا قبلها باسابيع فاعدينا العده. ويمكن اول مره اقول ان انا يعني اجتهدت فيما يمكنني ان اجتهد فيه، انا بحب الكوره يعني يعني سمحت لنفسي ان انا اتطرق لامور فنيه واعديت ورقه كده مش عارف يمكن لاقت استحسان، وكنت اشك انها ممكن تضيف اي قيمه يعني، ولكن لقيت ان الواحد غلط وعمل حاجه صح فيما يخص الكوره وقتها وعملت اي معلومه بتبقى عن فريق مجهول بتبقى هايله يعني. بالظبط. فاستعرضت الموضوع من الناحيه التاريخيه وكده بالنسبه لسان داونز، ولكن تجرأت بقى ودخلت في المشهد الفني
واذ بي ان مانويل جوزيه يلاقي ان الكلام يعني بيلقى بعض يعني المنطق فيما هو يعني في مشاهدته لنادي سان داون. فوفرنا للنادي الاهلي والحمد لله بالتنسيق المسبق المناخ المناسب، واتى النادي الاهلي نتيجه ان بريتوريا مرتفعه عن سطح البحر، فكان اما ان ياتوا قبل المباراه ب 48 ساعه او ب 24 ساعه او ياتوا قبلها باسبوع. ففضل النادي الاهلي ان هو يجي قبلها باسبوع او بثمان ايام بالظبط، وكانت فرصه ان احنا يعني نستعد استعداد قوي لخوض المباراه، والحمد لله وفقنا بتعادل ايجابي مهد لنا الفوز في مصر بالثلاث اهداف بتوع خالد ديبو بعد كده. طيب يعني في رؤية فنية دبلوماسية عالية اهي. الرؤية دي أنا محتفظ بنسخة من التقرير الكروي ده، لأنه يعني تقرير من الخارجية المصرية وراء فوز الأهلي على صن داونز. ما أقدرش أدعي ذلك، أنا اجتهدت واللي في الآخر الفضل ينسب طبعا للجهاز الفني أكيد والإداري، ولكن اجتهدت فيما يمكنني أن أجتهد فيه، والحمد لله ربنا كان موفق جدا في هذه الرحلة وفي الأيام والمباريات اللي تالت ذلك، سواء سان داونز في القاهره بعد كده او كايزر تشيفز بعدها بثلاث اشهر. يا رب الاهلي يلاقي نفس التعاون ونفس الحماس في رحلته المره دي. السبت كمان ان شاء الله يا استاذ سفير. ان شاء الله مباراه موفقه، ونتمنى احنا عندنا سفير متميز في جنوب افريقيا السفير شريف عيسى، واعتقد ان هو يعني بيحب الكره زي حضرتك كده ولا لا؟ يا فندم؟ بيحب الكره زي حضرتك كده ولا لا؟ اعتقد ان احنا تزامنا في مدريد، واعتقد ان هو شاهد الفصل الاول من الترتيب الخاص ببرشلونه وكان معاون ليا جيدا يعني يعرف النادي الاهلي ويعرف لا طبعا طب ماشي تمام اللي بيه. لا تاكد ان يعني يمكن يكون التعاون ان لم يكن على نفس الحد هيكون اكثر تميز. هو سفير عن حق سفير متميز. تمام ان شاء الله كل التوفيق يا ست سفير، وبرضه تحت رعايه حضرتك وعنايتك كده واهتمامك وحماسك. ان شاء الله متشكرين يا فندم جدا، متشكرين عليك جدا. طب انا هحكي شويه حاجات كده. لا دي عايزه قاعده بقى ان شاء الله ذات شأن. تشرفنا ان شاء الله. شكرا جزيلا سعاده السفير ياسر مراد مساعد وزير الخارجيه، اللي تذكر مع حضراتكم أيام جميلة جدا وقت ما كان في البعثة المصرية الدبلوماسية في جنوب أفريقيا حين حصل